اهلا وسهلا بيكم بكل مشاهدين ومتابعي جالانا تي في، معاكم شامل حشيش وحلقه جديده من برنامج جيم بلان. وموضوع الحلقه النهارده وهو سؤال منتشر جدا جدا الفتره دي، وهو العب جيم ولا فنون قتاليه؟ من الاخر ومختصرش جدا جدا، الفنون القتاليه هي لما بتيجي تلعبها هي اسمك بتلعب لعبه، انت واخد رياضه معينه او فن قتالي انت بتمرنه. الجيم كل الناس بتروح الجيم، اتفقنا واختلفنا، كل الناس بتروح الجيم، بيلعب سباحه هتيجي بيروح جيم، بيلعب كره قدم هتيجي بيروح جيم، بيلعب كره سله هتيجي برضه محتاج الجيم، لان هو في الاول وفي الاخر الجيم ده بيقوي جسمك، فانت كده كده محتاجه مع الفنون القتاليه، لكن الاثنين في الاخر بيكونوا بعض او بيعوضوا بعض. لو قلنا ان انت هتنتظم على انك تروح جيم، يعني في حتى مصطلح للاسف غلط بسمعه الناس كتير جدا، هو بيقول ايه انا بلعب جيم. مفيش حاجه اسمها انا بلعب جيم، لان هي مش رياضه، اسمها انا بروح الجيم. الحاجه الثانيه لما بتروح الجيم وتتمرن انت بتقوي جسمك، وده اي حد زي ما اتفقنا بيعمله، اي حد بيروحه، اي حد بيتعامل بيه عشان يقوي جسمه ويحسن من صحته. لكن الفنون القتاليه عمرها ما تتعارض ابدا مع انك تروح الجيم وتقوي عضلاتك او تقوي جسمك، بالعكس زي ما قلنا ده بيعوض ده. الفنون القتاليه محتاج ان انت برضه تروح الجيم عشان تقوي جسمك كمان اكتر واكتر. ولو هنتكلم عن ايه هو انسب معايا تروح في الجيم، يفضل ان هو يكون الصبح بدري او الظهر على الاقل، عشان تكون فطرت في ساعتين ما بين الفطار وما بين تمرينك الخاص. ولو هنروح على ناحيه الفنون القتاليه، في ناس كتير جدا بتسال العب ايه الاول. انا بسمع كتير جدا عن البوكس، عن الكيك بوكس، لانهم ان هما الاثنين مصطلحات معروفه شويه بالنسبه للناس كتير. انا مفضل ذات نفسي يعني، او بنصح ان انت تبتدي بالبوكس اللي هي الملاكمه، يعني ان انت بتحرك فيها ايدك، فيها الملاكمه بتعتبر من اقوى الرياضات القتاليه فتنس او لياقه، بتديك لياقه عاليه جدا جدا. فانا انصح ان انت تتعامل الاول او تجرب الاول البوكس، وبعد كده ممكن تجرب الكيك بوكس، وبعد كده لو حبيت انك تجرب الموي تاي او الام ام اي اللي هي اصلا رياضه اساسيه دلوقتي ومشهوره جدا جدا في مصر وخارج مصر كمان. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيسبوك بيج بتاعتنا جالانا جروب، وتعمل برضه سبسكرايب بنفس الاسم على اليوتيوب شانل بتاعتنا. يا ريت اي حد فيكم عنده اي سؤال في الرياضه عموما، عن الفنون القتاليه او الجيم او اي رياضه هو مهتم بيها او ظهرت مؤخرا، يبعتها لنا على الفيسبوك بيج بتاعتنا انبوكس او حتى في الكومنت ويشاركنا بيها. وتابعونا في الحلقات الجايه، كان معاكم شامل حشيش في برنامج جيم بلان على جالانا تي في.